افتق المواطن الامريكي لجواز سفره ياتي احتجاجا على سياسات امريكا وقوانينها التي وصفها بانها عنصريه ورفضها للعداله الدوليه وقد قدم كينيث نيكولز اختارا رسميا الى القنصليه الامريكيه بحقه في تقرير المصير والتنازل عن الجنسيه الامريكيه ليصبح مواطنا بدون جنسيه وكان نيكولز يسعى منذ وصوله الى هولندا الحصول على حق اللجوء السياسي بدون جدوى I charge the United States with being the number one terrorist on the face of the planet. Um, if we look at the operations that the United States has carried out around the world, whether it be in Southeast Asia, in the Middle East, Central and South America, South Africa, you'll find the United States involved with nearly every atrocity that's been committed over the last 50 years. And the amount of death and suffering as a result of these policies is absolutely shameful. And I cannot in any way associate myself with a nation that involves itself with such horrendous policies. القنصل الأمريكي الذي تسلم طلب نيكولز تكلف بإبلاغه بأن القانون الأمريكي لا يسمح بسقوط الجنسية عن المواطنين الأمريكيين وبالتالي رفض القنصلية تسجيل طلبه the No right كينيث نيكولز الذي كان يشغل في السابق منصبا في قوات المشاة الأمريكية اغتنم هذه الفرصة أيضا لرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاستخدامها اليورانيوم المستنفذ خلال حرب الخليج مع العلم المطلق بان ذلك يؤدي الى امراض ومواليد مشوهين والموت مع تاكيده على تقديم وثائق وشهادات تثبت هذه التهم